صور متداولة لصناديق أردنية تحوي خضارا وفواكه في إسرائيل تفضح المستور وتعري الحكومة. صناديق خضروات لأصناف مختلفة أبرزها البندورة والخيار والكوسة في الأسواق الإسرائيلية، مصدرها شركات أردنية يظهر عليها اسم شركة رائد الهمشري العضو بالجمعية الأردنية لمصدر ومنتج الخضار والفواكه. الجمعية الأردنية استنكرت تصدير الخضار إلى الاحتلال الإسرائيلي واصفة الهمشري بفاقد العضوية منذ عام 2022. تستنكر الجمعية الأردنية لمصدر ومنتج الخضار والفواكه ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تصدير الخضار إلى الكيان الصهيوني من أحد أعضاء الهيئة العامة، وهو عضو هيئة عامة سابق غير مسدد للاشتراكات السنوية وفاقد لعضويته منذ عام 2022. وتؤكد الجمعية أن أعضاءها ملتزمون بعدم تصدير المنتجات الزراعية إلى الكيان. صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية كشفت مؤخرا أن حكومة الأردن سمحت بتصدير 500 طن بندورة في أسبوع واحد إلى إسرائيل أثناء الحرب مع غزة لتعويض مقاطعتها الخضروات التركية بسبب تصريحات أردوغان المنددة بالعدوان. الأرقام تشير إلى أن واردات البندورة من الأردن في ارتفاع كل أسبوع لتعويض نقص الخضار التركية والخضار التي كانت تأتي من مستوطنات غلاف غزة التي هاجمتها المقاومة الفلسطينية في أكتوبر الماضي. وزارة الزراعة الأردنية نفت ما أوردته الصحيفة العبرية واصفة خبرها بالمضلل. سماح حكومة الأردن بتصدير البندورة إلى تل أبيب يساعد الاحتلال على مواجهة تحديات الحرب ويساهم في إجهاض جهود ودعوات المقاطعة وفرض الحصار على إسرائيل، كما تفرض هي حصارا على قطاع غزة.